الحقيقة النهاردة الحلقة ممتعة جداً، ولفت نظر الأيام اللي فاتت أن في حملات تحريض غريبة على السوشيال ميديا، تحريض ضد المرأة وتحريض كمان ضد الراجل. الحملات دي وصلت للمحاكم، يعني مثلاً في قضية مرفوعة ضد منى أبو شنب لأنها بتحرض ضد الستات، وفي قضية تانية مرفوعة ضد الدكتورة هبة قطب لأنها بتحرض ضد الرجالة، وما بين الاثنين ما بقيناش فاهمين إيه اللي بيحصل. إيه رأيكم يا رند أنت ومروة في الموضوع ده؟ في خناقة دايرة في المحاكم. أنا بسلم عليك الأول وبسلم على كل الناس اللي بيشوفونا النهارده، وبسلم على رند الحماس القوي بتاعه اول اسبوع ده. لو ازيكم وازيكي احلى ناس في العالم. اول اسبوع بس اول اسبوع بس، بعد كده بنبقى عادي. لا انا دايما عندي انرجي حلوه. والله يعني اول اسبوع ونص الاسبوع اخر الاسبوع الحمد لله تصالح مع الذات هيك والنفس يا عمري حلمي. واحنا يعني بننكد يعني ده انا جاي لك بالتنين. ايوه اكتر من كده فرفشه وبهججه ايه؟ بس اسود برضو. انت لابسه اسود؟ بس انا على اساس انا لابسه لون فاتح. شيء اسود فاسود من تحت. بصي حلقي ايامك انت كمان حلوه. طبعا النهارده حلقه زي ما عمرو قال هتبقى قويه جدا. احنا معانا مناظرات جميله جدا وهتبقى سخنه جدا. اللي يا ريت اللي ما يشوفش الحلقه يتفرج علينا ويتابعها. بس ارجع بقى اقول لك على حاجه، موضوع التحريض عن الراجل والتحريض الست دي بتبقى مواضيع شخصيه ومواضيع فرديه لفرد واحد يا عمرو. بعد كده الموضوع بيكبر وبيبقى بقى شلل، يقول لك ايه احنا لازم نعمل في الرجاله، والست تيجي تقول لك انا لازم مش عارفه اعمل فين، والرجاله برده يحرضوا في قعدات بتاعه القهوه دي. لازم تكسر مراتك، لازم تعمل لها ما تديهاش الباسورد بتاعها. عارف طبعا انت الكلام ده. عارفه طبعا. الباسورد لازم ما يبقاش معاه. وفي ناس بتبقى مسالمين جدا في العلاقات الزوجيه، بيبقوا جمال، بيبقى بالمشاركه يا رند. يعني مثلا بالتفاهم. إيه؟ بالتفاهم وبالمشاركه. يعني احنا مثلا انا اقول لجوزي مثلا هات الباسورد، يبقى عادي. تلاقي بقى في حد كده دخل في النص، انت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي تديها الباسورد دي؟ بعد كده مش عارفه هيحصل ايه، بعد كده هتعمل ايه؟ لازم تكسرها الاول. في اراء للاسف كتير رجاله بتبقى كده. الفكره ان احنا بس مش عايزين نقلبها تكتلات. يعني هو الايام دي الناس زي ما بقول لك الاخبار ما هي كده. الفكره انه كده. كمان في تحريض. يعني في ناس مثلا ممكن فجاه تلبس قضيه وهي قاعده في بيتها. يعني انت عارفه ان في ناس كتير يا رند بتدخل السجن كده اهو، وهي مثلا من كمين عدوا كمين فجاه لقوا عليهم قضيه ومحكوم عليها. شوف اقول لك شغله، هي السوشيال ميديا بشكل عام سلاح ذو حدين طبعاً. يعني انت ممكن تنشر الخير وتعطي فوائد ومعلومات خلينا نحكي يستفيد منها كل الاشخاص، وبغض النظر عن العمر، لانه كمان لازم نراعي انه هلا في كمان اعمار مختلفه عم بتكون على السوشيال ميديا. فكتير صعب انه لما يكون مثلا في شباب بمقتبل العمر عم بيشوفوا هيك حملات ضد بعض، وهذا ضد المراه وهي ضد الرجل بالذات، انه المواضيع اللي بيطرحوها بتكون شخصيه وتتحول زي ما قالت مروه لمواضيع عامه. طب انا ليش انقل مشكله فردية راجل وست لوحدهم؟ ما هي اولا. ثانيا يعني انا لا انا شخص مختص بهذا الموضوع. كل زي ما بيحكوا لكل كبوه فرس، ولا صح شيء هيك في مثل زي ما بيحكوا، بمعنى انه عن جد في اشخاص مختصين يحلوا هدول المشاكل. انا مثلا اذا انا متزوجه مشكلتي مع زوجي رح تختلف عن مثلا مشكله مروه مع زوجها عن مشكلتك انت مع زوجتك. ليش؟ لانه انتوا اشخاص مختلفين، فالشيء اللي بينطبق علي ما رح ينطبق على مروه، ما رح ينطبق عليك. صح. عارفه كمان يا رند في مشكله كبيرة. صح. في مشكله كبيره جدا انه في ناس بترفع قضايا على ناس مشهوره بس عشان يشتهروا. يعني هم بيتلزقوا فيهم فبيرفعوا عليهم قضيه عشان يتقال ان فلان المحامي ولا فلان الكذا رفع قضيه على نجم كبير او اعلامي او حد مشهور او اي حاجه. فدي برضو مشكله تانية، لانه هو بتوقع في الغلط اكتر. طبعا بتوقع في الغلط.